بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. جايب لكم عدة ملفات اليوم. راح نبدأ بأول ملف اللي هو الأدباء الموجودين عندنا بالأدب. أنا جمعت الأدباء سواء قصصيين أو روائيين أو شعراء الموجودين كليتهم بالأدب للصف السادس العلمي. جمعتهم كليتهم بهذا الملف اللي هو اسم الأديب، البلد مالته، والاختصاص او فيما اشتهر. كل الادباء الموجودين عندنا بالادب حتى يسهل لكم عملية الحفظ، ان شاء الله تستفادون من عنده.